اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمه. النهارده يا جماعه هنكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي ابتديناها مع بعض على القناه. الناس الاول مره تشوفني يا جماعه، القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف محتوى من الفيديوهات الموجوده على القناه، ولو عجبنا المحتوى ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. واهلا بيكم في اكبر قناه طبيه في الوطن العربي والعالم اجمع. كنت عملت فيديو قبل كده عن نظام اسمه نظام سينسا الغذائي، هسيب لكم اللينكات بتاعه الفيديوهات بتاعه النظام ده يا جماعه اسفل الوصف بتاع الفيديو. الفيديوهات دي كانت بتتكلم على رقائق غذائيه بترشها سيادتك على الاكل، على اي اكل تاكله وسيادتك هتخس. الكلام ده تم اختراعه من قبل طبيب مخ واعصاب امريكي. الاعلانات على فكره كانت مغرقه التلفزيون. تم الحصول على المنتج وتحليله ونزلت فيديوهات كامله عن مكونات الرقائق الغذائيه دي اللي بتدعي القدره على التخسيس. ولا تزال كل يوم يظهر الجديد من منتجات التخسيس، منها الناس سالتني على كبسولات بتستغل اسم النظام الغذائي اللي هو سينسا، عملوا كبسولات اسمها سينسا سليم كبسولات. كمان هكلمكم على كبسولات بايو سليم، وكمان هكلمكم على احدث دواء تخسيس حاصل على شهاده الايكوسيرت الفرنسيه، وهنعرف حقائق هذه الادويه من خلال هذا الفيديو، ولكن بعد الفاصل. ورجعناكم تاني بعد فاصل، اهلا بيكم مره تانيه في قناه صحه وتخسيس. دكتور، ايه هي كبسولات سينسا سليم؟ اول حاجه الكبسولات دي يا جماعه في الدعايه بيقولك بينصح بيها اطباء التخسيس، لانك انت ممكن تخس بدون رجيم او نظام غذائي قاسي او حتى بدون ما تمارس الرياضه. الدعايه بتقول ان هو بيزود معدل حرق الدهون المخزنه بنسبه تتراوح ما بين 30-40%، فمعنى ذلك ان هو بينشط جميع وظائف الجسم عشان تستهلك الدهون والشحوم وتشد الترهلات. يعني من الاخر يعتبر الدواء بيشتغل كحاجه اسمها ثيرموجينيك. بعد كده الدواء بيقولك بيسد الشهيه المفرطه، لو واحد نفسه مفتوحه للاكل بيسدها بنسبه تتراوح من 60-70% لمده من 8-12 ساعه، يعني يعتبر ابيتيت سوبريسن عشان سيادتك يتنحف عندك الكرش والارداف. بيقول لك خلال 40 يوم ممكن تنزل سيادتك مقاسين في الهدوم على الاقل. كمان ما بيسببش ترهلات ولا بيترك اثر على الجلد، لان الدعايه بتقول ان هو لا يحتوي على اي مواد كيميائيه، وبالتالي تعتبر سيادتك هتاخد رشاقتك من الطبيعه بدون حرمان او اجهاد او صداع. طب لو ما نيجي لحقيقه المنتج، المكونات المكتوبة لما جبنا المنتج يا جماعة، المكونات المكتوبة على العلبة كانت جيمنيميا سيلفستر، ده بنسبة 60 ملي جرام، الأفريكان مانجو أو المانجو الأفريقي بنسبة 80 ملي جرام، وكروميوم بنسبة 150 مايكرو جرام، ومركب الكيرز اللي هو الكرامبيري أكتيف كومباوند بتركيز 220 ملي جرام. وده يا جماعة المركب ده للناس اللي ما تعرفوش، المفروض انه بيخلص الجسم من السوائل والدهون الزايده، لان هو يعتبر حافز لحرق الدهون المخزنه وانتاج الطاقه. خلي بالكم كمان بيحتوي هذا المنتج يا جماعه في المكونات المكتوبه على مركبات نباتيه، المفروض ان هي بتقلل امتصاص السكريات بالامعاء وبتزود معدل حرق السعرات الحراريه وخساره الوزن. لكن كمان مكتوب على المنتج انه بيحتوي على الصوديوم بنسبة 60 ملي جرام، مستخلص الشاي الأخضر والقهوة الخضراء والنعناع اللي هو المنسول. كمان على العبوة بتاعة المنتج مكتوب إن هو بيحتوي على ألياف غذائية 10 جرام زي السليولوز، زي الفيجيتابول ماغنيسيوم، وزي الفيجيتابول ستياريك أسيد. ودي يا جماعة الألياف دي المفروض إن هي بتحفز الشعور بالامتلاء، تحس إنك أنت واكل حاجات كتيرة وبتبطئ الهضم، فده من شأنه انه بيكمش العضلة بتاعة المعدة وبيقلص الحجم بتاع المعدة. كمان يا جماعة عندنا من مميزات الالياف طبعا العديدة انه بيمنع انسداد القولون والامساك. كمان لقينا في المكونات المكتوبة صمغ الغوار وهيدروكسي بروبايل. المكتوب على العلبة يا جماعة ان العلبة تحتوي على زيلو كاروليس، يعني مفيش
اي سعرات حراريه، والتوتال كربوهيدرات اللي موجود مع كل المكونات دي تعتبر 0 جرام. الناس دي يا جماعه محترفه كتابه مكونات، علشان عرفت ان الناس ابتدى يبقى عندها توعيه صحيه، عارفه ان الناس ان الكربوهيدرات مضره فيكتب لك على العبوه 0 كربوهيدرات، ان هي ما فيهاش اي كربوهيدرات، عارفه ان الناس بتبص على السعرات الحراريه فيكتب لك 0 كالوريز. البلد بتاعه المنشا اللي مكتوب في العبوه يا جماعه استراليا، انتاج شركه هيربال بانك. العبوات يا جماعه اللي قدرنا نحصل عليها 30 كبسوله، 32 كبسوله و40 كبسوله، والجرعه المكتوبه على العبوه ان لازم يتاخد قرص قبل الفطار بنص ساعه. لكن حقيقه هذا المنتج لقيناه مش بيحتوي على مستخلصات طبيعيه، الكلام ده خاطئ وعاري تماما من الصحه، لكنه بيحتوي مواد كيميائيه غير معلن عنها في المكونات. ولذلك يا جماعة من موانع استعمال هذه أو هذا المنتج مرضى القلب، الضغط، الكلى، الكبد، السكر، أثناء الحمل، أثناء الرضاعة، والناس اللي أقل من 18 سنة، لأن الناس دي لو أخدت هيحصل ضرر واضح جدا عليها. الأسعار اللي قدرنا نتفاوض فيها مع الناس المروجة لهذا المنتج سواء عن طريق الاتصالات التليفونية أو عن طريق السوشيال ميديا، الأسعار كانت 300، 420، 460، 470، 550. نيجي بعد كده يا جماعة لكبسولات بايو سليم. الكبسولات دي يا جماعة بيسموها معظم الناس اللي بيعملوا دعاية للمنتج بيقول لك إن هو منتج 18 ساعة إشباع، يعني هتحس بشبع دائم لمدة 18 ساعة. الدعاية على المنتج نفس الكلام اللي أنا قلته على المنتج اللي قبل كده، لكن حقيقة المنتج لما جبناه يا جماعة المكونات المكتوبة على العلبة: الجارسينيا، الشاي أخضر، قهوة خضراء، فاكهة الرمان، خلاصة الأناناس، الكروم يا جماعة، وألياف التفاح وألياف طبيعية. دي الكلام يا جماعة اللي مكتوب أو المكونات المكتوبة اللي كانت على العبوة اللي حصلنا عليها. بلد المنشأ بتاعة العبوات دي يا جماعة كانت استراليا. الجرعة مكتوبة ان تتاخد كبسولة قبل الفطار بنص ساعة. العبوات اللي قدرنا نحصل عليها 30 كبسولة او 32 كبسولة. الاسعار اللي قدرنا نتفاوض فيها كانت من 450 و490، وكانوا بيعرضوا علينا عرض اننا نشتري عبوتين مع بعض وهينزلوا في السعر. لكن يا جماعة المواد برضو زي ما قلتلكوا بيحتوي على مواد خطيرة غير معلن عنها، مواد كيميائية، نفس موانع الاستعمال اللي انا اتكلمت عليها. وكمان بينصحوا الناس ان ممنوع يا جماعة نشرب اي منبهات او اي حاجة فيها كافيين، لان هي ساعتها هتزيد سرعة ومعدل ضربات القلب لدرجة خطيرة. خلي بالكوا يا جماعة معظم المنتجات دي بيتم تناول منتجات الألبان، لو واحد هيشرب لبن بعد الكبسولات دي بينصحوه ان يشربه بعد ساعتين من الكبسولة، وده دليل قوي يا جماعة ان هذه المنتجات بموانع استعمالها والتحذيرات اللي عليها ان هي مش من مستخلصات طبيعية زي ما بيصدروها للناس، ولكنها بتحتوي على مواد كيميائية خطيرة محظورة دوليا، المفروض ان هي بتسبب أضرار خطيرة تصل للسكتة الدماغية والسكتة القلبية والوفاة. عندنا بعد كده يا جماعة دواء اسمه كاكتس ار بايوسليم. الدواء ده يا جماعة عبارة عن مكمل غذائي طبيعي بيولوجي ضد السمنة والدهون المتراكمة في الجسم، المفروض انه حاصل على شهادة الايكوسيرت الفرنسية. مكوناته يا جماعة عبارة عن مستخلص طبيعي من التين الشوكي بتركيز 50% من الالياف الطبيعية. طب طريقة عمله بيشتغل ازاي؟ بيعمل على سد الشهية لاحتوائه جزيئات اسمها جزيئات النوبال. الجزيئات دي يا جماعة ليها القدرة على ان هي تتضخم ذاتيا داخل المعدة بعد ما تلامس المية، فبتقلل الفراغات اللي موجودة داخل المعدة فتزود الاحساس عند سيادتك بالشبع نتيجة احتوائها البكتين والصمغ والهلام النباتي. الدواء ده يا جماعة بيعمل على حرق الدهون. الالياف يا جماعة اللي موجودة فيه بتعمل كأنها مغناطيس بيجذب الدهون، يعني ليها تأثير لحظي للدهون اللي لسه داخلة مع الأكل مع حرق الدهون الموجودة مسبقا في الجسم. الألياف يا جماعة عايز أقول لكم بتستطيع جذب حوالي 20 مرة ضعف حجمها من الدهون اللي بتستقر بتدخل داخل الألياف وبتطرد خارج الجسم بدون ما يحصل لها أي هضمة. ده يا جماعة دور الدعاية في
الاعلان عن هذه الكبسولات. كمان بيقول لك ان هو بيحسن عملية العبور المعوي عن طريق تنظيم حركة التبرز اثناء عملية البراز الطبيعي. كمان يا جماعة بيقول لك ان هو مفيد للصحة بشكل عام نتيجة غناه بالالياف و18 نوع حمض اميني منهم 8 احماض امينية اساسية، بالاضافة للفيتامينات والمعادن زي فيتامين الف، فيتامين ب1 و2 و3، فيتامين كاف فيها بعض المعادن زي الكالسيوم والنحاس والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم والمنجنيز. العبوة يا جماعة بتتباع أونلاين، عبارة عن برطمان فيها 120 كبسولة بتركيز 270 ميلي جرام. طريقة الاستعمال بتاعت الدواء ده يا جماعة لأي حد عايز يستعمله بيتاخد 2 كبسولة 3 مرات يوميا قبل الوجبة بربع ساعة، يعني سيادتك لازم تستهلك 6 كبسولات يوميا، يعني العبوة فيها 120 كبسولة يعني هتكفيك بالظبط 20 يوم. خلي بالكوا يا جماعة علامة الكاكتس ار بايو سليم والكاكتس ار بايو سكين دول عبارة عن علامتين عندهم حاصلين على شهادة الإيكوسيرت الفرنسية الخاصة بالمنتجات البيولوجية، ودي يا جماعة من الآخر ناس بتستجيب للمعايير الدولية الخاصة بالمنتجات الطبيعية والبيولوجية، وجميع منتجاتها جاية منين؟ جاية من بذور التين الشوكي اللي هو الصبار او التين الشوكي يعني، وده يا جماعة بتعد افخر المنتجات الصحية والتجميلية، ومن تلك المنتجات اللي بيعملوها برضو زيت بذور التين الشوكي وصابون بزيت بذور التين الشوكي. طب لو جينا نتكلم هل المنتج ليه فوائد؟ هو المنتج ليه فوائد ولكنه يا جماعة غالي جدا، الاسعار بتاعته بتتباع اونلاين غالية جدا، منها ان هو ممكن ينظف لك الجهاز الهضمي، تعزيز امتصاص الانسولين بالدم وتعزيز صحة القلب والكبد وعلاج الام الجهاز الهضمي والقرحة المعدية وتضخم البروستاتا ويوقف عملية الاسهال. كمان يا جماعة بيقلل الكوليسترول السيء لكنه ما بيأثرش على الكوليسترول النافع اللي هو الـ HDL. طيب يا جماعة ايه هي الاثار الجانبية لهذا المنتج؟ بيعمل لي شوية مشاكل معوية نتيجة محتواه العالي من الالياف، فعشان كده يا جماعة بيفضل ان احنا نشرب كاس مية او كوباية مية كبيرة جدا لتجنب الانسداد المعوي. هل هذه المنتجات ممكن تخسسني بدون نظام غذائي؟ لا يا جماعة، انا عملت فيديو قبل كده عن رجيم اسمه رجيم التين الشوكي وفوائده، وبيعتبر هذا الفيديو عن رجيم التين الشوكي افضل من هذا المنتج، لان المنتج مقارنة باسعاره الغالية انا ممكن اجيب التين الشوكي، وهحط لكم لينك الفيديو علشان خاطر تقدروا تعرفوا ازاي تستفادوا صح من التين الشوكي وممكن تستخدموه ازاي في عملية التخسيس. للناس كلها يا جماعة احذروا الدعاية المضللة للأدوية، وزي ما قلت لكم قبل كده الأدوية للتوعية والاستخدام الطارئ فقط وليست للدعاية والاستخدام العشوائي. احنا لو هنعمل دعاية لأدوية فنحن في انتظار دعاية لأدوية محترمة تذكر السلبيات قبل الإيجابيات، تذكر عيوب الدواء قبل مميزاته، تفاصيل المنتج الدوائي من آثار جانبية، موانع استعمال، تدخلات دوائية، وتضع قرار تناول الدواء في يد المريض وحده طبقا للتشخيص الصحيح. فقط ابتعدوا عن كل ما هو ضار وتناولوا كل ما هو مفيد، واتركوا الجسد يصنع المعجزات. إيمانكوا فقط بالدواء بيسلب الإرادة والعزيمة عن تحقيق حلمك في انك انت تبقى حد عنده لياقة بدنية، في انك انت حد يبقى خالي من العيوب، جسد بدون امراض. اذا كنت متلهف عشان سيادتك تحصل على جسد رشيق وانك انت عاوز تنسف 20 كيلو جرام خلال فترة قصيرة بمشروب سحري او دواء سحري او تمرين سحري، فللأسف اقدر اقولك انت واهم. رحلة التخسيس دي عبارة عن رحلة بتتطلب الصبر والالتزام، واذا كنت سيادتك غير صبور هناك الاف الاشخاص في انتظار شخص مثلك لتحقيق الارباح من وراء اوهامه. اخيرا يا جماعة، اي شخص مفكر ان اي منتج دواء بياخده بيعدي على جسمه وخلاص، حضرتك محتاج تراجع نفسك.
بكده نكون وصلنا لاخر الحلقه يا جماعه. اتمنى من الناس تكون استفادت من الفيديو. لو افادنا الفيديو ما ننساش نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه الناس اللي استخدمت هذه الادويه او اي منتج من هذه الادويه تكتب رايها بصراحه وتجربتها الحقيقيه في صوره كومنت اسفل الوصف بتاع الفيديو. اتمنى ليكم دوام الصحه والعافيه. شكرا ليكم، كنتم مع دكتور حنس حشمت. الف سلام.